ازيكم؟ النهاردة الفيديو بيتكلم عن تأثير الحرب في السودان على الاقتصاد والبورصة. طبعا تأثير بشكل مباشر ومباشر جدا، سلبي جدا جدا على الاقتصاد والبورصة في السودان، لو في بورصة يعني. اكيد طبعا الدنيا هتنهار بشكل سريع جدا، بالذات في الاسبوع الاول، وبعد كده هتنهار تاني. ده بالنسبة للاقتصاد والبورصة في السودان. اما بقى في دول الجوار فهتتأثر حسب مصالح هذه الدول المباشرة وغير المباشرة في السودان. يعني الشركات مثلا عندها أعمال ومقاولات بشكل كبير في السودان، أكيد هتتأثر الشركات دي، أو إذا كان في قطاعات معينة أو تبادل تجاري بشكل ما، يبقى هنا في الميزان التجاري بين الدولتين دول هيتأثر، تمام؟ لكن ممكن يكون في تأثير عكسي، يعني يكون بالسلب على السودان، البلد اللي بتحصل فيها الحرب والمشاكل والحروب اللي احنا شايفينها الصعبة ديت، والجوار. فهنا في هروب للاستثمارات، في هروب للمستثمرين، وهروب للأفراد، وهروب لمجتمعات بتهرب من الحرب، بالتالي بتستثمر وبتعيش وتشتري عقارات وبتشتري أماكن تسكن فيها، وبتخلق لنفسها بيزنس جديد، او تفتح افرع لشركاتها في بلاد الجوار. طبعا اقرب بلاد ليها هي ممكن تطلع او تهاجر ليها بتكون بلاد الجوار، فده بيجي بالناحية عكسية ايجابية لبلدان الجوار. ده تحليل يعني، ده تحليل ورأي. وايضا هروب الاستثمارات من الاجنبية اللي هي بتستثمر في البلد ديت اللي بيحصل في حرب مثلا السودان، لو كانت استثمارات زراعية صناعية، وطبعا بيطلع بمعداته بيطلع بافراده، فبرضه اكتر حته هيهرب منها ليها، يهرب من السودان، يهرب لايه؟ يهرب لاماكن مجاوره، يطلع فيه معداته ويطلع فيها موظفينه ويطلع فيها الحاجات بتاعته. وطبعا الجوار طبعا بيبقى برضه شبيه بنفس الاستثمارات اللي هي ايه، في نفس المنطقه، من ناحيه المناخيه، من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه الاسواق المفتوحه، من ناحية اللغة، من ناحية التعامل، في حاجات كتيرة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت ويكون عجبكم. شكرا جدا.